زالت تتويج ببطولة دوري أبطال آسيا إلى جانب العين الإماراتي. هو سر هذه الابتسامة العريضة على وجه المغربي سفيان رحيمي؟ أم إحرازه للقبي أفضل لاعب وأفضل هداف للبطولة؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟ يقول سفيان إنه اعتاد اختيار شخصية الهداف الأرجنتيني هيرنان كريسبو عند لعبه البلاي ستيشن. أما لعبه تحت إشرافه كمدرب للعين فإنه بذلك تجاوز الحلم. سبحان الله، الحياة قصيرة. أنا كان عندي ها سوني تسمونه، كنت ألعب به والله ما كان ولا واحد، كان يعني ما كنت أدري أنني يوم من الأيام بيكون صوبي ويكون مدربي. سبحان الله، هم فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا. And to just to mention that life is very, very short. And when I was small and playing electron game in football, he was my player, my iconic player, and I used to score. But I never expected I would meet him one day and be my coach. العين مشاهدينا حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا بعد إلحاقه هزيمة ثقيلة ضد يوكوهاما مارينوس الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب الدور النهائي للبطولة. طبعا فرحة اللاعبين لم تتسع لها قاعة المؤتمر الصحفي. هذه الفرحة العارمة تأتي بعد تحقيق العناوي لقبه الثاني لهذه البطولة بعد نسخة عام 2003. وبهذا اللقب حجز النادي الإماراتي المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي. رحيمي مشاهدينا قدم أداء مميزا بتسجيله 13 هدفا منها 8 أهداف في الدور أو الأدوار الإقصائية، كما سجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام يوكوهاما مارينوس ليساعد العين على قلب خسارته بهدفين مقابل هدف في دوري الذهاب. وقال رحيمي إن رؤية مسؤولي نادي العين أسهمت بتحقيق اللقب. الحمد لله، أول ما جيت لنادي العين قعدت مع مسؤولين، كانت من أولويات تاعهم هي الآسيوية. يعني عجبني كان نسميه بالفرنسي بروجي مع الفريق العين، يعني أول سنة بننافس على دوري والسنة الثانية بنروح نلعب على آسيا. صراحة السنة اللي فاتت تأجلت، والسنة جهزنا لها 100%. رحيمي أعرب عن فخره بمنافسة أندية سعودية استثمرت بالتعاقد مع لاعبين كبار والفوز عليهم. ولا واحد كان تايق في هاد اللاعبين ولا فريق العين انه يمشي لابعد نقطه، خصوصا مع الانديه السعوديه اللي جلبات لاعبين كبار، نافسنا الكبار ونافسنا لاعبين كبار. الحمد لله نتوج مجهودنا باللقب. مشاهدينا، رحيمي تألق أمام الأندية السعودية في دوري الأبطال وسجل 3 أهداف في مباراتي دور الثمانية أمام النصر. وهكذا كانت ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد تسجيل رحيمي هدفه الأول في المباراة بين العين والنصر. أيضا هز رحيمي شباك الهلال في الدور قبل النهائي بينما يجلس لاعب الهلال البرازيلي نيمار وسط الجمهور إذ يتعافى من إصابة في ركبته. هذا الأداء طبعا ضاعف التكهنات بشأن سعي أندية سعودية لاستقطاب سفيان إلى صفوفها، إلا أن وسائل إعلام نقلت عن اللاعب المغربي التزامه مع العين لعام إضافي،
وعن العروض، قال سفيان: كل الأندية السعودية على رأسي وعيني، وكل الجماهير السعودية على رأسي وعيني، وعندما ينتهي عقدي مع النادي سأفكر في الأمر.